إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى نجاتكم يوم ينصب الصراط. قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أيها المؤمنون، لقد أعلى الله منزلة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ورفع مقامه، وشرح له صدره، ورفع له ذكره، وصلى عليه ربنا جل وعلا بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد ولد آدم، وهو أشرف الأنبياء والمرسلين، ولذلك صلى الله عليه وصلت عليه الملائكة، وأمرنا الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مظهر من مظاهر الإيمان والاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن الله جل وعلا جعل هذا النبي الكريم سببًا من أسباب هدايتنا، حينما بعثه إلى الثقلين الإنس والجن يدعوهم إلى الله رب العالمين. ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم بمهمة الرسالة خير قيام، وأدى الأمانة أفضل أداء. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. وأمر الله جل وعلا بتوقيره وبتعزيره، قال جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك الصلاة والسلام عليه، صلوات ربي وسلامه عليه، مظهر من مظاهر الإيمان، ومظهر من مظاهر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كانت مصحوبة بطاعته واتباعه، لأن الله جل وعلا أمر بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام رقى المنبر مرة فقال: آمين آمين آمين. فقال الصحابة: يا رسول الله، سمعناك تقول آمين. فقال: إن جبريل أتاني فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. الحديث. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يدعو ولم يصلي عليه فقال: عجل هذا. ثم أرشده إلى أنه إذا أراد الدعاء أن يبدأ بتحميد الله وتمجيده، ثم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وقال له أبي بن كعب رضي الله عنه: يا رسول الله، وقد ذكر دعاء له، كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي؟ قال: ما شئت. قال: فالربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو أحسن أو حسن، وإن زدت. وأرشده إلى الزيادة، قال: فالنصف. قال: النصف وإن زدت فهو أحسن. قال: فالثلثين.
قال إن شئت وإن زدت فهو أحسن. قال إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. نعم يكفى همك أيها المسلم ويغفر لك ذنبك متى ما إن أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أن أبي بن كعب كان له دعاء خاص يدعو به فأراد أن يكثر فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بأن صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم بعشر صلوات، فمن أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أتى خيرا عظيما وفتح الله له بابا طيبا. فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي المصطفى أيها المؤمنون في حال خلوتكم وفي حال جلوتكم وفي حال سركم وعلانيتكم وعلى كل حال أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها عبادة جليلة وقربة عظيمة تتقربون فيها إلى الله رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتبعين، وأن يسلك بي وبكم سبيل الراشدين، وأن يوفقنا وإياكم لاتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت وآن وفي كل زمان ومكان، ولكن تتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن، منها بعد الأذان، فإذا انتهى المؤذن من الأذان فيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يؤتى بالدعاء الذي من ثمرته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، هذا اليوم الذي نعيشه، وكذلك في ليلة الجمعة كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وتتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره صلوات ربي وسلامه عليه، سواء سماعا أو قراءة أو كتابة، فيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤتى بجملة الصلاة كما هي مشروعة، ولا يساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بالرمز إليه بحرف صاد أو صلم أو صلعم أو غير ذلك من الرموز التي تتنافى مع الأدب مع مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما الإنسان إذا ذكر عنده النبي يقول صلى الله عليه وسلم، وإذا كتب اسمه يكتب صلى الله عليه وسلم، وإذا قرأ في كتاب يقول ومر عليه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر جملة الصلاة والسلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك مما يتأكد فيه الصلاة على النبي أن يجعل بين مقدمة الدعاء وبين يدي الدعاء بعد التمجيد والتحميد والتقديس لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يدعو دعاء يرجو الإجابة من الله جل وعلا، فليقدم بين يدي دعائه التحميد والتمجيد لله، ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك في السجود. فإذا كنت ساجدا فقدم بين يدي دعائك، فإذا كنت ساجدا وأردت الدعاء فقدم بين يدي دعائك
التمجيد لله، كأن تقول: اللهم إني أشهدك أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تسأل الله عز وجل من خيره من الخير ومن خزائنه التي لا تنفذ جل وعلا وتقدس. نعم عباد الله، وأهم شيء في هذا أيها المؤمنون في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أهم شيء الوقوف على قنطرة التسليم له والاستجابة له والمتابعة له، ذلك أن الله جل وعلا جعل طريق الجنة مسدودا إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلربما ذهبت صلاة عليه هباء منثورا من شخص يصلي عليه لكنه يخالف سنته وهديه ولا يأتي بمقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله في اتباعه، الله الله في الأخذ من دله والسير على طريقته، الله الله في اتباع سنته. نعم عباد الله، هذا هو الهدف الأسمى من الصلاة والسلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحمي حوزة الدين، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق رئيس الدولة لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق اللهم جميع حكام الإمارات لكل خير وفلاح وبر ونجاح، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله.